ارجع معاك بقى الكواليس السوبر. انا مش يعني انا عايزك تتكلم انت النهارده. يعني خلود، عايز اقول لك ان كابتن شيكا فرج اللاعبين على الفيديو اللي يعني احد اللاعبين السابقين اتكلم فيه على نادي الزمالك، و هو جمع بقى حاجات كتير. جمع حاجات كتيره، بالاخص الفيديو اللي كان فيه لعيب قلل من قيمه اللي نادي الزمالك، الزمالك ما يسافرش ما وكلام من يسافرش هذا والزمالك القبيل. مش هيوصل. عايز اقول لك ان يمكن التصريح ده هو اللعيب مش واخد باله ان هو اضر بالنادي الاهلي، ان هو استنفر طاقه لعيبه نادي الزمالك اللي كان عنده 100% طلع 200% في مستواه في الملعب. اللعيبه يمكن كان عندها خالد، عايز اقول لك، غل في الملعب. انت عارف كلمه غل كرو دي، وده برضو من احد علامات ان الزمالك قدر ان هو كفته تبقى في الفوز. يمكن برضو عايز اقول لك على موضوع كابتن عواد، ان هو كان قاعد قبل الماتش بعد التمرين الختامي، كان التمرين قبل الختامي الماتش كان بيوم، التمرين الختامي قبل كان ما صبحي يتصاب، قبل ما صبحي يتصاب، كان التمرين الختامي يوم الخميس على ملعب الشباب السعودي. يمكن احنا ما اتمرناش ولا تمرين على الملعب الرئيسي، لا احنا ولا النادي الاهلي، عشان كان في تجهيزات وكده. فقعد معاهم كابتن عواد واتكلم، وقال انا حاسس ان انا هلعب الماتش ده، وحاسس ان انا هتالق في الماتش ده وهعمل حاجه. هو لسه ما يعرفش حاجه، وهو كان لسه ما يعرفش خالص بموضوع الاصابه العضليه بتاع كابتن صبحي وكده. وسبحان الله، يمكن كابتن عواد كان من احد اسباب الفوز. يمكن عمل ماتش حلو جدا، بعيد كمان عن ضربه الجزاء اللي صدها خالد، عمل ماتش كويس جدا، وكان طبعا قدر ان هو يرجح كفه الزمالك. عواد مراد حارس كبير، دي حقيقة. وليه دور كبير مع نادي الزمالك على مدار البطولات اللي فاتت. محدش ينسى الدوري، 2 دوري وكاس ورا بعض، وتصدياته وتألقاته في كل الماتشات سواء في الدوري في الكاس. لا عواد حارس كبير، واحنا هنا اتكلمنا مش معنى ان انت تجي لك كلاعب فتره تبقى غير موفق فيها، لا، لكن ما ترجع بترجع بامكانياتك، بترجع بموهبتك، فبالتالي بنشوف النتيجه، والحمد لله شفنا النتيجه اللي عملها عواد، وكان ليه دور وبصمه كبيره مع نادي الزمالك في تتويج الزمالك بالسوبر. بعد المباراه بقى، بعد المباراه طبعا انت نسيت بقى خالص كل حاجه، وقلت بقى بلا يعني بلا شغل، بلا انا عايز افرح وعايز يعني انبسط. والله والله يا خالد، زي ما انت بتقول يعني، طبعا المشجع الزملكاوي لما يكون بيجمع بين الشغل وان هو مشجع، لازم يبقى عنده حته. الموضوع صعب، صعب جدا. انا انت هعمل عارف يا ايه؟ خالد، انت عايش الاجواء دي وعارف الكلام ده. انت عايشها في بطولات كتيره جدا، والكونفدراليه يمكن اخر حاجه. يمكن انت بتبقى عايز ان انت ايه، طب انا هشتغل دلوقتي، طب انا عايز احتفل، طب انا اعمل ايه. بس طبعا احنا الحمد لله قمنا بتغطيه مميزه جدا، وبشكر جميع العاملين زملائنا في قناه الزمالك على ان هم قاموا بمجهود جبار ان هم يبرزوا الحدث ده. يمكن الناس من ورا الكواليس ما تعرفش قد ايه يا خالد ان احنا بنتعب عشان نوصل الصوره للساده المشاهدين بالشكل ده. احنا كان عندنا حاجات في السعوديه ان احنا ممنوعين نعمل اكتر من ندخل الملعب، ممنوعين كان دايما يبقى فيه تدخلات. بالظبط يا خالد، فان احنا نوصل ان احنا نعمل الحاجات دي، فالحمد لله رب العالمين، كان توفيق من ربنا قبل الاجتهاد، التوفيق بتاع ربنا. وانت عملت مجهود جبار ومجهود كبير. انت من اول ما طلعت من مطار القاهره لحد ما وصلت للمملكه العربيه السعوديه على مدار ال3 ايام، برضو عايزين نوضح للناس ان انت ما بتروحش برضو ايه اللي هو تمرين وخلاص وريح، لا، انت بتروح، انت بيبقى مطلوب منك حاجات كتير، فانت بتعمل كل ده. مطلوب منك ممكن حاجه تحصل مفاجاه فتتحرك فتعمل، فده دور كبير يا مراد انت دايما بتقوم بيه. عشان كده احنا ما بنشكرك، احنا بنحاول نديك جزء من حقك، لكن الحق الحقيقي اللي انت المفروض تستحقه يعني ما مش هنعرف مهما نتكلم نديهولك.